السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعمل بقى حبة مخللات تشكيلة كده. معايا هنا فلفل، معايا ليمون، معايا خيار صغير وجميل قوي قوي، حلوة قوي الخيار. وهنا معايا جزر، كل ده هيتوضب ويتقشر، وهحط الليمون بس يا دوب ياخد غلوة كده اهوت، وهتبقى معايا كل حاجة ان شاء الله، ويطلع احلى بطرمان مخلل ولا الشيرة ولا اي حاجة بطعمه. وطبعا لازم وانا بعمله بغلي مية وبسيبها تبرد ازود بيها، تمام. وهنشوف مع بعض كل حاجة، بس ما تنسينيش بقى في السبسكرايب واللايك والشير ان شاء الله كده هوت، ودعموني بقى كتير كتير قوي قوي. ادي يا جماعة بعد انا هنا ما غسلت الحاجة اهي ونضفتها كويس الحمد لله، وانا قطعت الجزر، تمام. كل اللي انا هعمله ان انا هجيب البطرمان هنا واحط شويه، انا غليت الميه طبعا وسيبتها تبرد من بدري، احط شويه جزر هنا، احط خيار، هشوف البطرمان ده هياخد معايا ولا محتاج ان انا احط البطرمان تاني. طبعا انا هنا معايا شويه كرنب الوان هخلله معاه، بحبه طبعا جدا الكرنب، بس ما عنديش كرنب ابيض زي ما احنا شايفين كده. وطبعا اللون ده هيديني لون حلو قوي قوي كاني حاطه بنجر. طبعا انا جايبه الفلفل مش كل ده للتمليح، يعني جايبه منه حبه للبيت وللتمليح، مش عايزه اشيل العنقود بتاعه عشان يحميه من، هياخد ان شاء الله البطرمان كده ان شاء الله. البطرمان الكرنب هنا انا حطاه في ميه مغليه، بس اخد ايه يعني زي، حط برضو الخيار انا وزعه كده تحت معايا اهو كده. وبدل ما اعمل بطرمان تانية حلو جدا كده، تمام. البطرمان اهو هجيب الميه كده اهي، هنزل بيها بحوالي 4 معالق ملح، كفايه. واحط معلقه شطه، او يعني حبه مش كتير قوي عشان ما تحمقليش قوي، انا المية دي عايزاها للليمون كمان. وهحط هنا شوية حبة البركة وادوب كويس، المية بردت معايا بقت حلوة جدا. يعني دوبت الملح كويس، هنزل بالمية كده انا حتى حبه البركه الحقيقيه اللي بتبقى بتدي طعم حلو قوي للمخلل مع العصفر، مش عشان هي ما فيهاش ليمون، لا دي حاجه ودي حاجه بتدي ريحه جميله لل، هو تغيير البطرمان هياخد كده، هغلي ميه تاني للليمون اهو، او ممكن يكفي الليمون اهو
مش هحط الزيت دلوقتي، هقلبه بس شويه كده اشوف هتاخد الميه تاني كده ولا لا. بص لونه بقى الالوان جميله مع بعضها ازاي اهو. حلوه جدا جدا. انا يا دوب بسيبه يومين بره كده او 3 ايام وادخله التلاجة على طول عشان احافظ عليه لاخر حباية بخليلها معايا، مجرلهاش اي حاجة ولا ريم ولا اي حاجة. ودي ما حطيتش خل ولا حطيت اي حاجة عشان انا هحطه في التلاجة اهو. تمام، ادي الليمون اهو بعد انا ما غيرت عليه كم مرة. تمام، كل اللي انا هعمله ان انا هحشيه، هو نص كيلو بس، يا دوب البطرمان ده هياخده ان شاء الله. اهو كده طبعا، يعني مخلي البيت ما يعلاش عليه طبعا، كلنا عارفين الكلام ده، بس احنا ايه ممكن نستسهل ونجيب مرة بتاع، لكن حاول يبقى في البيت موجود دايما. يعني حلو قوي كده. هاخد من الميه دي المغليه بتاعتنا وهحط البطرمان بتاعي. الحمد لله الميه جفت مش هنغلي وزادت كمان اهو. ايه رايكم بقى في الليمون بتاعنا اهو؟ ادي المخلل وجماله، بس الوانه عامله ازاي، حلوه قوي قوي. انا هنا حدا بالنسبه للجزر والخيار والفلفل، انا يا دوب بس يقعد يومين بره ولا يعني يومين 3 ايام كده، اول ما احس ان لونه اتغير وبدا يدخل في التمليح هدخله التلاجة على طول، هيعيش معايا ان شاء الله لو ليه عمر. والليمون طبعا بيستنى شويه بره، مش بجر له اي حاجه. يا رب يا رب يكون عجبكم الفيديو بتاع التخليل، وطبعا كلكم بسم الله ما شاء الله عليكم يعني في التخليل تمام، الشعب المصري معروف في التخليل. فلو عجبكم الفيديو اعملوا لي بقى سبسكرايب ولايك وشير، واشوفكم على خير مع تحياتي وصفات ناجي حسن. الى اللقاء.